فوق. يعني التحدي هو هل انا هيك اعمل وانا بدي اضربه بايد واحدة، هو لازم يعرف اني ايد انا ضربته فيها. يلا ضرب على الطاولة. بس انا هلا هيك عملت اضرب على الطاولة، بس تجربي صار عشان ياكل. هاي هلا الايد ضربتها، وانا لازم اعرف اني ايد ضربتني، بس اقول هي او هي يمين او يسار، انا لازم اعرف. هلا ما راح نطول عليكم كثير، حطوا لايك لهذا الفيديو، اشتركوا بالقناة، بحبكم كثير، ويلا نبلش. كل واحد له 5 محاولات. يلا اول شيء لازم نقص. لا يلا حجر ورقة قص، يعني هلا انا خسرت انا بقى. يلا هلا انت هيك عملتك. ايوه 1 2 3 يلا اني ايد هي. لا هي لا انزل. هنا ايد هي. لا يا الله 2. متأكد؟ صح. كنت عم بمزح معكم. تمزحي. يلا 1-1 طبعا بتخسر، تروح النتيجة للثاني. ايه هلا هو هيك بيعمل. يلا 1-2 فكر. انتوا اكيد بتعرفوا هي صح. اوه اختي واحد. اوه يلا 1-2 3 هي والله ما سكر. لا هي لا هي. طيب ماشي 2-2 يلا هاي اخر مره يا ساره. مرة طبعا اللي بيخسر بالاخير له عقوبه. ابي محسسني هي بس راح اخطأ هي صح. الحمد لله صح يا عرفتي. الله هاي يا وانا انا هاي غلط. هاي غلط عم تمزح. هاي هاي يلا لم تضبط معنا. 4-3 لم تضبط معنا. يلا 5-3 صح. النتيجة 5-4 ولي فوق يامن من شوي كان نايم. يلا مرة رابعة لي. شوفي دوت كده والله العظيم ما بصير. غلط لازم اوصي على طول بهاي. انا هيك بحط خفيف دم خفيف دم ما شاء الله عليك. يلا اخر مره. يا صح. النتيجه 6-5. يلا دورك دورك دورك. اكيد راح تخسر. ما راح اخسر راح افوز. هي غلط. هي لم تضبط معنا. يلا هاي اخر مره. يلا
آخر مرة لازم أنا أفوز. أعطيك عقوبة. طيب هاي خسرت. النتيجة 7 2-7 2-7. يلا خفيف دم، خفيف دم ما شاء الله عليك. هاي اثنين. والله العظيم يا اخوان ما بصير. 10-8 اكيد انا الفايزين. اخر مرة ها يلا اخر مرة يا رب. اصدقائي مثل ما شفتوا صار الفازت انا اللي خسرت. اعطيني عقوبة يا صاحبي. اذا هي العقوبة اني تحط مكياس يعني هيك مثل ما كان تسخبط على وشك، من هون سخطة من هون سخطة ومن هون سخطة ومن هون سخطة ومن هون سخطة يعني مثل ما كان، وتنزع الصارع تصيح على المجنون. تمام راح اشخبط على وشي مكياج وانزع الشارع اقول انا مجنون. خليكم معي يلا. نو 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 نو.